فإحنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على بصيرة ونور من أهل البيت صلوات الله عليهم، الذين وصلونا إلى الحقيقة الصافية المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الله سبحانه وتعالى مباشرة من دون توسط شيء آخر. وبحمد الله أن حسن الله أن جعلنا من المتمسكين بولايتهم والوالدين حوضهم والمهتدين بهداهم. هذا الشيء الذي يكون احنا نعرف نشكر النعمة. الشكر عندنا شكر قلبي ولساني، وعندنا شكر عملي. شكر العملي للشيعة للمؤمنين أن يكونون هم في مقام أن يؤدون وظيفة انتمائهم. الدين مو انتماء نس، مو انتساب فقط، الدين عمل. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في روايات كثيرة: الإيمان إذعان بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فالدين ليس مبنيا على الانتساب فقط، بس الإنسان عنده فد وسام أنا مرتبط بالدين. الوسام الدين أمور ثلاثة: وسام وعقيدة وعمل، بحيث يكون أكو جاي العقيدة جسدها على أرض الواقع. والشيعة الله سبحانه وتعالى وفقهم إلى أن يكونوا هم من أتباع أهل البيت السالكين مسلكهم إن شاء الله والمهتدين بهداهم. فكونوا شكرون هاي النعمة، والله سبحانه وتعالى هو القادر على التوفيق والخذلان. إذا رأى العبد غير شاكر لنعمته يستبي النعمة عنه ويهيئ لأسباب يخلي الشيطان يغلبه ويسلب النعمة عنه، كما جاي نشوف كثير من جاي يخرج عن الطريق نتيجة خذلان الله سبحانه وتعالى وتمكن الشيطان منه. أما إذا كان الإنسان متوجه إلى الله وخاضع إليه وملتفت إلى نعمته وشاكر إليه فلله المزيد. فإحنا بحمد الله إذا ابتنا عقيدة مع عمل إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يزيدنا إيمان وتوفيق وتجديد وتأييد. هذا من جانب الآخرة، وهو العمدة وهو الأساس الذي كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أولد منهم من رزق وما أولد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأحنا كنا نعرف أن الله هذا اليوم أحنا كنا نعرف أنفسنا أقعدنا واجب من أن احنا نكون عبيد لله خاضعين إلى متوجهين إلى متوجسين منا خائفين منا راجين إلى، مو أنه في مقام إهمال ونسيان وتسامح وغفلة. وترى هذا الغفلة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون. فالإنسان يكون دائما حذر ليكون يخرج عن الطريق. فالله سبحانه وتعالى يخذل كما خذل الرجال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فإحنا كن نحذر من أن نهوى نتيجة الانشغال بالدنيا والتوجه إلها وجعل الهم بها، لا على أن تكون الإنسان يعرض عن الدنيا يحتاجها، لكن أكو فرق بين أن يحتاجها وبين أن تكون كل همه. ما تكون الدنيا كل همه، يكون عنده هم الأكبر هم رضا الله سبحانه وتعالى.